اهلا بكم جميعا، انا طارق زكي مسؤول اداره المنتج بشركه اوبو الشرق الاوسط افريقيا. انا سعيد جدا ان اكون معاكم النهارده عشان اقدم لكم سلسله هواتف رينو 6 الجديده. وكما هو الحال في جميع منتجات اوبو، تتماشى سلسله رينو 6 الجديده مع رساله العلامه بشعار التكنولوجيا في خدمه الانسانيه والانسانيه في خدمه العالم. وانا سعيد جدا ان ارحب بصديقنا عمر دايزر اللي هيكون معانا موجود النهارده علشان يساعدنا في تقديم سلسله رينو 6 الجديده وابرز مميزاتها ومواصفاتها. شكرا جزيلا طارق على المقدمه اللطيفه، واكيد شكر كبير لكل فريق اوبو انهم ادوني الفرصه اكون من اوائل الناس اللي عملت تجربه وريفيو لرينو 6 الجديد. اهلا وسهلا بكم، زي ما بعضكم يعرفني انا عمر دايزر، والنهارده انا متحمس جدا اكون معاكم في جوله ونظرة أولى على جهاز أوبو رينو 6 برو 5G. النهاردة هنتعرف مع بعض ونستكشف إيه التكنولوجيا الجديدة والإمكانيات الجديدة اللي بتخلي الجهاز ده يكون مختلف عن المنافسة. سلسلة رينو 6 الجديدة هيكون فيها رينو 6، رينو 6Z، رينو 6 برو 5G. خليكم معانا عشان تعرفوا على موديلات أكتر في المستقبل. وفي البداية خلينا نتكلم على واحد من أهم الأجزاء الأساسية في أي موبايل، وهي أكيد الكاميرا. لحد النهارده سلسله رينو بتخدم اكتر من 70 مليون مستخدم حول العالم شهريا في المتوسط. كاميرات الموبايلات الكتير دي سجلت مقاطع فيديو لاكتر من 236 مليون لحظه مميزه، طبعا بفضل تقنيات التصوير القويه في سلسله رينو. مستخدمين السلسله يقدروا يسجلوا محتوى عالي الجوده في اي مكان واي زمان. ودلوقتي جه الدور على رينو 6 برو 5G، واللي على فكره يقدر يصور فيديوهات بورتري ممتازه. خلينا دلوقتي نتعمق في مواصفات الكاميرات هنا. رينو 6 برو 5G بيجي مع نظام كاميرات رباعي، ويمكن اكتر حاجه بتميز النظام ده هو السنسور بتاع الكاميرا الاساسيه اللي هو سوني IMX766. والسنسور ده ليه مميزات كتير ممتازه، اولها طبعا هو حجمه العملاق واللي بيسمح له يدخل ضوء بنسبه اكبر بكتير من قبل كده. والميزه الثانيه هي نظام الدي او ال اتش دي ار واللي بيسمح للكاميرا انها تسجل اكسبوجرز او اضاءات مختلفه لكل صوره، بالاضافه اكيد لنظام الاوتو فوكس السريع والمتطور اول بيكسل اومني فوكس. غير نظام الكاميرات الرباعي القوي، اوبو كمان اضافت كلر تمبرتشر سنسور او سنسور خاص بقياس حراره الالوان، والسنسور ده وظيفته ان هو يضمن لك دقه وثبات في الالوان حتى في اللقطات السريعه. ومع سنسور الالوان ونظام الكاميرات الرباعي مع كاميرا 50 ميجا بيكسل معززه بالذكاء الصناعي والسنسور بتاع سوني IMX766، بقى عندك تطور كبير في كاميرات رينو 6 برو 5G. والتطور ده هتلاحظه من خلال تفاصيل اكتر في الصور، دقه اكتر في الالوان، فوكس اسرع، حساسيه اكتر للضوء، وغيرها كتير من المميزات اللي هتلاحظها في كاميرات رينو الجديد. طبعا وسائل السوشيال ميديا بقى ليها دور كبير في عالمنا دلوقتي، واكيد لاحظتوا ان فيديوهات البورتري بقت منتشره اكتر واكتر يوميا، وغالب الناس دلوقتي لما تيجي تسجل فيديوهات اللحظات مميزه مش عايزه تسجل فيديوهات واضحه وخلاص، ولكن بقت عايزه تضيف لمسه واضافه شخصيه للفيديوهات دي. اوبو طبعا مستوعبه هذا الموضوع، عشان كده دايما بتحاول تضيف وتطور امكانيات جديده في موضوع التصوير، وتحديدا في جانب الاضافات والتحسينات في الفيديو. وطبعا هذا الموضوع خلى موبايلات اوبو تكون محبوبه جدا عالميا. مع رينو 6 برو 5G اوبو جاي تقدم لك كمان امكانيات وقدرات اكتر في تسجيل الفيديو. اوبو بتؤمن بحاجه اسمها ايموشن ان موشن، يعني تسجيل ايقاع المشاعر في حركه وتسجيل الفيديو نفسه، ودي حاجه اوبو تقدر تعملها مع رينو 6 برو 5G. بس خلي بالك، الحاجه اللي بتميز جدا الرينو 6 برو 5G في تصوير الفيديو مش مجرد هاردوير قوي للكاميرات. اي حد استخدم كاميرات بروفيشنال قبل كده يقدر يميز قوه البوكه اللي بنشوفها في الفيديو، بالذات لو في اضاءه في الخلفيه، وبالذات كمان لو بالليل. وفي الحاله دي كل الاضاءات اللي في الخلفيه بتتحول لكور كده مزغلله، بتدي منظر لطيف وجميل جدا، بتخلي الحاجه الاساسيه اللي انت بتصورها تكون اوضح وشكلها اقرب كده للكاميرا. بص كده على الفيديو ده، طبعا الاضاءات في الخلفيه عامله بوكه شكلها لطيف جدا جدا. انا اول ما شفته حسيت ان هو متصور اكيد بكاميرا بروفيشنال، لكن بعد ما بدأت استخدم رينو 6 برو 5G بنفسي عرفت ان هو سهل جدا تقدر تطلع فيديوهات بنفس المنظر ده بالموبايل. عايز تعرف ايه السر في الموضوع؟ ميزة جديدة اسمها بوكا فلير بورتري فيديو، دي ميزة جديدة اوبو بتقدمها لأول مرة في رينو 6 برو 5G. بوكا فلير بورتري فيديو هي خاصية متطورة جدا بتتقدم في كاميرات الموبايلات عشان تديك الإفكت والحركات اللطيفة جدا دي للإضاءة في الخلفية. والخاصية دي بتشتغل مع الكاميرا الأمامية والكاميرات الخلفية عشان تديك طريقة مختلفة وجديدة جدا عشان تضيف مشاعر وتعبير أكتر في الفيديوهات بتاعتك. بص كده على المثال ده، مباشرة تقدر تلاحظ الفرق القوي جدا ما بين الخاصية وهي شغالة وهي مش شغالة، وهتلاحظ ملامح الوش كمان واضحة أكتر طول ما هي شغالة. والميزة دي على فكرة
مش بتشتغل بس بالليل، بالنهار كمان تقدر تلاحظ انعكاسات الضوء من على سطح المية والموج، وبتدي منظر خطير جدا، وبتخلي طبعا الحاجة اللي انت بتصورها الاساسية شكلها اوضح وافتح، وتديك امكانيات اكتر انك تحكي قصص عبر الفيديوهات بتاعتك. واكيد كمان زي ما متوقع خاصية البوكا فلير بورتري مش بتشتغل بس في الفيديو لكن كمان في الصور، بتدي صور زي ما انتم شايفين شكلها خطير جدا مع الخلفية المزغللة والاضاءات اللي شكلها ممتاز في الخلفية، طبعا تحس انها متصورة بكاميرا بروفيشنال. بفضل الهاردوير القوي وامكانيات الذكاء الصناعي الخطيرة في رينو 6 برو 5G، الموبايل بيقدم لك حاجات اكتر بكتير كمان من البوكا فلير بورتري. عندك مميزات كتير جدا في التصوير هنا تخليك مش محتاج اطلاقا انك تستخدم اي كاميرا بروفيشنال، والميزة في الموضوع ان كل الخصائص دي بتشتغل يوزر فريندلي وسهل انك تتعود عليها وتتعرف عليها بسهولة. خاصية الـ AI Highlight Video تجمع بين الالترا نايت فيديو بتاع اوبو المشهور مع الالجوريثمز بتاعت اللايف HDR، وده بيخلي الموبايل يتعرف على ظروف الإضاءة في الحاجة اللي انت بتصورها ويظبط إضاءة الفيديو حسب ظروف الإضاءة دي، وده بيخلي رينو 6 برو 5G بيجمع بين الهاردوير والسوفتوير والذكاء الصناعي القوي عشان يتخليك تتغلب على أي ظروف إضاءة حواليك. أول ما بتشتغل خاصية الـ AI Highlight Video هتلاحظ مباشرة التحسن الكبير في الإضاءة وفي الألوان وفي وضوح الفيديو اللي بتصوره عشان تقدر تركز على الحاجة اللي انت عايز تصورها بغض النظر عن ظروف الإضاءة اللي حواليك. رينو 6 برو 5G مش بس بيتميز إن هو يصور لك فيديوهات قوية وبروفيشنال، ولكن كمان هيديك إمكانيات في جانب الإبداع مع خاصية اسمها Dual View Video، والخاصية دي بتخلي الموبايل يصور بالكاميرا الأمامية والخلفية في نفس الوقت، وكده انت بقيتش محكوم ببرسبكتيف أو منظور واحد، وكده لو انت مثلا في ظرف من الظروف تقدر تصور رد الفعل من الشخص اللي قاعد قدام الكاميرا الأمامية مع رد الفعل للشخص اللي قاعد قدام الكاميرا الخلفية في نفس اللحظة، بس احيانا لقطة سريعة هي اللي هتعبر عن المود، وعشان كده رينو 6 برو 5G بيقدم لك خاصية فلاش سناب شوت، والخاصية دي هي السر ان اي لقطة سريعة تطلع واضحة عن طريق استخدام ايمج كلير انجن الحصري من اوبو مع الكالر تمبريتشر سنسور، السنسور الخاص بدرجة حرارة الالوان اللي قلنا عليه في الاول. الكاميرا اول ما تضغط على الزرار بتعمل فوكس مباشرة وتطلق صورة واضحة دايما، ومع الخاصية دي معدل التقاط الصور الواضحة السريعة زاد بنسبة 17.7%. وفي المثال اللي انتوا شايفينه ده الراجل بيحاول يمسك حيوان الالباكا اللي بيتحرك بسرعة جدا، لكن في نفس الوقت كل الصور طالعة واضحة جدا. طيب لقطنا الصورة المثالية، دلوقتي يجي الوقت بقى للبوست برودكشن، شوية تعديلات في الصورة بعد ما تصورها عشان تعمل السحر كده وتوصلك لللوك اللي انت عايزه بالظبط. رينو 6 برو 5G بيقدم خاصية اسمها AI Palette او تعديل نمط الالوان عن طريق استخدام الذكاء الصناعي. تقدر تتخيل الخاصية دي كأن عندك فريق كده من المختصين في تعديل الالوان مستخبين جوه الموبايل بتاعك. اذا كنت بتدور اونلاين وشفت اي صورة عجبك ستايل الالوان بتاعها شكل الالوان تقدر تسيفها عندك على الموبايل، وعن طريق خاصية الـ AI Palette الموبايل هيقدر ينقلك اللوك والمنظر بتاع الصورة دي لأي صورة موجودة عندك. الكلام ده بيتم باللمسة واحدة، بس ورا اللمسة الواحدة دي في نظام معقد جدا من الذكاء الصناعي وتكنولوجيا كبيرة عشان تحاول تحلل وتظبط الصورة زي ما انت عايز. عايز تعرف الموضوع ده بيشتغل ازاي؟ خليني اقولك. في البداية بيتم فصل الشخص اللي انت مصوره عن الخلفية باستخدام الذكاء الصناعي، وبفضل قدرات اوبو القوية في الحفاظ على الوان البورتري لون البشرة بيفضل موجود زي ما هو بالظبط حتى بعد إضافة الألوان التانية اللي هنضيفها للصورة بعد كده، وعن طريق ألجوريثمز قوية وذكاء صناعي بيحصل تحليل عميق للألوان في الصورة اللي انت حابب صورتك تكون شبهها، وبيتاخد توزيع الألوان دي ويتطبق على الصورة بتاعتك انت في نفس الوقت مع الحفاظ على الجودة والتفاصيل في الصورة عشان تديك صورة نهائية ممتازة. فبغض النظر عن الستايل أو الشكل اللي عجبك في أي صورة قدامك، خاصية الـ AI Palette تقدر تعملها لك كوبي تنقلك في صورتك انت مباشرة، وده بيفتح لك طبعا امكانيات جديدة جدا للتعبير عن الالوان في الصور بتاعتك. كل لحظة اكيد بتمر علينا ليها اجواء ومشاعر كده مختلفة، رينو 6 برو 5G هيساعدك انك تلقط المشاعر والاجواء دي في كل صورة هتصورها. سلسلة رينو طبعا مشهورة ومعروفة بقوة الكاميرات واداء الصور والفيديوهات، ولكن مشهورة كمان بالتصميم والأشكال المختلفة والشياكة. أنا شايف إن مع كل جيل سلسلة رينو بتحاول تزق مستوى التصميم والشكل وبتديك مواد مختلفة، إحساس مختلف، ألوان مختلفة طبعاً، والأيام دي أكيد كلنا عارفين الموبايلات ما بقتش يعني أدوات للتواصل وخلاص، ولكن حاجات كمان بتعبر عن ذوقك وستايلك أنت شخصياً. ومع رينو 6 برو 5G أوبو جات تقدم لك أحاسيس مختلفة جداً. خليني احكي لكم ازاي. خلينا دلوقتي ناخد نظره من قريب كده للموبايل. شكل واحساس الموبايل مختلف جدا، لازم تمسكه في ايدك عشان تحس بهذا الموضوع. واوبو اعتمد على التكنيك الجديد من اسلوب رينو جلو في التصميم هنا. اوبو سجلت اكتر من 20 براءة اختراع حول العالم عشان
تعمل موضوع الجلاس اتشينج او الحفر على الازاز اللي بيديك لمعان وفي نفس الوقت على ازاز مطفي ومش بيسيب بصمات اطلاقا على الظهر. اوبو استوحت تكنيك الرينو جلو الجديد من ظاهره الجليد الطبيعيه، وبعد مئات المحاولات واكثر من سنه في التظبيط اوبو قدرت توصل فعليا لشكل بلورات سداسيه من التلج موجودة في الظهر هنا. طبعا منظرها لطيف جدا، وعلى فكرة البلورات دي زادت بشكل كبير عن الأجيال اللي فاتت بعد ما كان حجمها أقل من 0.02 ملي في القطر، دلوقتي بقى حجمها 1 ملي تقريبا. ده معناها الكريستالات بقت أكبر بحوالي 50 مرة من قبل كده، وده بدي شكل لامع أكتر، وفي نفس الوقت كمان بتديك إحساس 30% أنعم ومختلف في مسكة الايد، ودي حاجة لطيفة جدا. نفس التكنيك الممتاز ده بيمتد للون الاركتيك بلو اللي برضو بيديك تكستشر مختلف بنسبة 30% عن قبل كده، وفي نفس الوقت مش بيعلم عليه البصمات اطلاقا. ونفس الموضوع كمان بيمتد مع اللونر جراي، لون جديد ومختلف بيخلي لي لمعة كده وشكل معدني شوية، برضو مختلف جدا لطيف، واحساسه في الايد برضو مختلف جدا. طبعا فلسفة اوبو في التصميم مش بس للمنظر ولكن كمان الجانب العملي، فموبايلات رينو الجديدة تعتبر خفيفة جدا وسمكها رفيع جدا، وحتى بعد اضافة شبكات الـ 5G والبطارية الكبيرة والمكونات الداخلية المعقدة، رينو 6 برو 5G سمكه اقل من 8 ملي، وزنه 188 جرام بس. عايز اكلمكم كمان عن التصميم الكلاسيكي للرينو 6 اللي بيجي دلوقتي مع فريم مسطح من الجناب، فبيخلي مسكة الموبايل في الايد لطيفة ومختلفة جدا. اوبو كمان عملت شغل قوي في التصميم والهندسة الداخلية للجهاز عشان تستغل المساحة باحسن قدر ممكن. طبعا لما تيجي تاخد سيلفي، واحدة من المشاكل الاساسية اللي ممكن تقابلك ان ما يكونش فيه اضاءة كفاية حواليك، او يكون فيه اضاءة قوية وراك تبوظ عليك الصورة. عشان كده اوبو بتقدم كفر إضاءة البورتري لموبايل أوبو رينو 6 5G. الميزة الأساسية في الكفر ده إنه مش بيحتاج أي مصدر طاقة أو شحن، وبيشتغل مجرد إنك ترفع الجزئية بتاعت الإضاءة الجزء اللي فوق عندك في الموبايل، وكده تفتح كاميرا السيلفي مباشرة على الموبايل بشكل أوتوماتيك. طبعا هيكون عندك مصدر إضاءة ممتاز، في نفس الوقت كمان تقدر تستخدمه كستاند لو أنت بتتفرج على أفلام أو مسلسلات. أوكي، خلينا نحاول دلوقتي على عنصر تاني مهم جدا في أي موبايل، وهي طبعا الشاشة. دي أول حاجة بتشوفها أول ما تشغل الجهاز بتاعك، واوبو مصممه هنا شاشه ممتازه لاي حاجه انت عايز تعملها على الموبايل او اي حاجه عايز تتفرج عليها. رينو 6 برو 5G بيجي مع شاشه 6.5 انش 3D كيرفد اموليد سكرين، شاشه فيها انحناءات لطيفه جدا من الجنب. الشاشه دي بتيجي مع ريفرش ريت 90 هرتز وتاتش سامبلينج 180 هرتز، وبالتالي تلاقي كل حاجه سلسه جدا وانت بتتعامل مع الموبايل. في نفس الوقت كمان الشاشه بتدعم 100% DCI P3 كولر جامت عشان تديك الوان ممتازه، مع دعم كمان ل HDR10+. المواد بتاعت الشاشه كمان على فكره معتمده من SGS عشان تحافظ على عينيك، وبتقلل انبعاثات الضوء الازرق الضاره بنسبه اقل من 7.5%. رينو 6 برو 5G كمان معتمد من نتفليكس HD HDR أمازون برايم فيديو HD و HDR، وتقدر تتفرج على كل محتويات الفيديو اللي انت عايزها على احسن جودة. ولأول مرة على موبايل من سلسلة رينو، الشاشة هنا كمان بيجي معاها 2 ambient light sensor، واحد من قدام وواحد من ورا، وده بيديك تغطية 360 درجة لحساسية الضوء، وبالتالي الشاشة تقدر تظبط الإضاءة بتاعتها بشكل مظبوط أكتر بكتير. المظاهر ممكن تكون خداعة، رينو 6 برو 5G رفيع وخفيف ولكن بيحتوي على مواصفات داخلية قوية. كل ما تمسك الموبايل هتحس ان انت هتاخد تجربة فلاج شيب قوية فعليا. مع معالج سناب دراجون 870، رينو 6 برو 5G بي كمان مع 12 جيجا رام. سلسلة رينو الجديدة كمان دلوقتي بتقدم خاصية الذاكرة العشوائية الإضافية، لو استهلكت كل الرام اللي عندك هنا الموبايل يقدر يستخدم جزء من الذاكرة الداخلية عشان تكون مع الرام وتساعد في أداء الجهاز لفترات قصيرة. وفي الحالة دي مع رينو 6 برو 5G مع 12 جيجا رام الموجودين هنا، تقدر كمان تستغل 7 جيجا رام إضافيين متاخدين من الذاكره الداخليه، ويكون عندك 19 جيجا رام فجاه في الموبايل. طبعا مواصفات داخليه قويه واداء قوي معناها حراره، ومعناها كمان احنا هنحتاج نظام تبريد محترم هنا. فهنا بالاضافه لنظام التبريد المعقد، عندك كمان فيبر تشامبر او غرفه بخار عملاقه موجوده في الجهاز. هي سمكها 0.4 ملي ولكن مساحتها اكبر ب 67% من اللي كانت موجوده في رينو 5 قبل كده، ونتيجه كده اوبو بتقدر توفر لك تبريد قوي جدا، وفي نفس الوقت تقدر تديك تصميم انيق ونحيف. طبعا مع كل المواصفات القويه اللي اتكلمنا عليها والكاميرات الممتازه ونظام التبريد الشرس والتصميم اللطيف جدا وخدمات ال 5G اللي شغاله عندك، كل حاجه هنا بتشتغل بسلاسه. لكن اكيد في بعض المستخدمين برضو اللي عايزين يزقوا الموضوع لابعد من كده، وخليني اقول لك ان رينو 6 برو 5G هيديك تجربه جيمنج ممتازه. كلمه برو هنا مش اي كلام، كلمه برو هنا كمان بتعبر عن البرو جيمنج. الكلام ده هتحس بيه مباشره من خلال صوت قوي جدا، جرافيكس خطيره، جيم بلاي ممتاز،
وفيدباك او استجابه كمان هتحس بيها اكيد. وعشان تدخل في اجواء الجيمز باحتراف فعليا، رينو 6 برو 5 جي بيقدم لك اكس اكسس لينير موتور. ده موتور فايبريشن ممتاز جدا، هديك احساس بكل الانماط المختلفه للفايبريشن من خلال استخدامك للجيمز وهتحس بيه ويترجم لحاجات تحسها في الجيم فعليا. اوبو كمان بتقدم لك حاجه جديده هنا اسمها 4D فايبريشن، ده بيخلي الموبايل يتعرف على الحاجه اللي انت بتلعب بيها فعليا وظروف الجيم نفسها، وتديك فايبريشنز حسب الحاجه اللي بتحصل في الجيم عشان تديك كده دمج ما بين الواقع والجيم. وعشان تدخل كمان في اجواء الجيم اكتر واكتر، اوبو بتقدم لك كمان حاجه اسمها الترا لينير سبيكر، ودي سماعات ستيريو قويه جدا تدعم كمان الدولبي اتموس وتديك صوت واقعي جدا لكل حاجه بتعملها في الجيم. اوبو كمان في الموبايل ده بتضيف خاصيه الهايبر بوست 4.1، وده بيحسن لك الاداء في الجيمز ويقلل الحراره ويقلل كمان استهلاك البطاريه. والناس اللي بتحب الجيمز كمان هنا في حاجه اسمها كويك ستارت اب، دي هتدخلك في هوم سكرين كانها مخصصه للجيمز بس عشان توصل للجيمز بتاعتك باسرع طريقه. في حاجه كمان اسمها جيم فوكس مود عشان تقدر تركز في الجيم اللي بتلعبها. في حاجه اسمها بولت نوتيفيكيشنز، دي عشان تجيلك نوتيفيكيشنز في مساحه صغيره في الشاشه من غير ما تغطي على الجيم انت بتلعبها. وكمان تقدر تظبط التاتش او اللمس للشاشه وانت بتلعب الجيمز عشان تاخد احسن تجربه مناسبه ليك. في ميزه كمان جديده مثيره جدا للاهتمام موجهه للجيمز اسمها جيم فلتر، دي بتمكنك انك تضيف فلترز او زي الوان مختلفه كده للجيم بلاي بتاعك، حاجات فيها نايت فيجن، حاجات فيها ابيض واسود، او اي حاجه تانية زي ما انت عايز. وده بيخلي الموضوع لطيف ويخلي كمان الشيرنج للكليبات بتاعت الفيديو بتاعك تكون مثيره اكتر للاهتمام. على فكره اوبو تعتبر الشريك الرسمي لبابجي موبايل اي سبورتس في الشرق الاوسط سنه 2021، وكامتداد للشراكه الحماسيه دي سلسله رينو 6 بتقدم ميزه مصممه مخصوص للعبه ببجي موبايل، والميزه دي اسمها كويك ريتيرن بابل. لو انت غاوي ببجي دي هتعجبك جدا. طبعا عارفين الفتره اللي هي بتبقى مستني انك تنط من الطياره بالباراشوت بتكون فتره طويله وممله شويه، تقدرش تطلع بره الجيم وتدخل تاني عشان مش عارف ايه اللي هيحصل. دلوقتي في ميزه لطيفه جدا انك تقدر تطلع فعليا بره الجيم، ترد على مسجات، تدخل في اي ابلكيشن تانيه، ويكون عندك بابل بتعمل لك كاونت داون او عد تنازلي لحد ميعاد الجامب بتاعك من الطياره. وقت ما يخلص العد التنازلي تقدر ترجع تاني عن طريق تضغط على البابل دي وترجع تاني للجيم مباشره. دي حركة ممتازة، والميزة دي هتوصل لسلسلة الرينو 6 عن طريق تحديثات قريبا جدا، وامتدادا لقوة الهاردوير والسوفت وير والدعم المباشر للعبة ببجي. حصل برضو اختيار لرينو 6 برو 5G عشان يكون الموبايل الاساسي للعبة ببجي اي سبورتس في الشرق الاوسط وافريقيا لسنه 2021. طبعا تجربه الاستخدام السلسه جدا وكل الامكانيات الموجوده قدامك في الموبايل بتخليك تنغمس في استخدامه لفترات طويله. ومع شاحن 65 وات سوبر فوك 2.0 فلاش تشارج وبطاريه عملاقه 4500 ملي امبير، بس في 5 دقائق من الشحنه تقدر تكمل لعب لمده 100 دقيقه من لعبه ببجي موبايل جيمنج. طبعا مع تكنولوجيا اوبو فوك فلاش تشارج الخطيره جدا، الموضوع بيغير فعليا طريقه استخدامك للموبايل، ومبقتش محتاج تستنى الشحن لمده ساعات طويله، كل حاجه هنا بتحصل بسرعه جدا. ودلوقتي جه الوقت ان احنا نتكلم على كالر او اس الجديد، مبني على نظام اندرويد 11. النسخه الجديده من كالر او اس اسمها كالر او اس 11.3، دي هتضمن لك انك هتاخد تجربة سلسة جدا، مريحة، آمنة، في نفس الوقت اكيد جميلة. عشان تحسن الانتاجية على رينو 6 برو 5G بشكل كبير، اوبو بتقدم حاجة جديدة في سوفت وير اسمها سيستم بوستر، ودي عبارة عن مجموعة من الاوبتمايزيشنز او التظبيطات اللي مصممة انها تفضل شغالة طول فترة حياة الموبايل عن طريق تطبيق مجموعة من التقنيات زي يو اي فيرست، ايدل تايم اوبتمايزر، ستورج اوبتمايزر وغيرها من التقنيات التانية. سيستم بوستر يقدر يحسن اداء الجهاز بنسبه 32%، ويقدر كمان يحسن استغلال الرام بنسبه 45%، ويضمن كمان ثبات الفريم ريت بنسبه 17%، وده بيديك تجربه سلسه دايما طول الوقت. فيها كمان لطيفه جدا في السوفت وير اسمها 3 فينجر ترانسليت مع جوجل لينس. الميزه دي كانت محبوبه جدا في اجهزه رينو اللي فاتت، دلوقتي كمان اضاف لها تحسينات انها بتشتغل مع اي شكل من اشكال السكرين شوت. بعد ما تختار المساحه اللي انت عايزها من السكرين شوت اضغط على كلمه ترانسليت وتتحول على جوجل لينس عشان تحولها لك، تترجمها لك لاكثر من 100 لغه اذا عايز. طبعا خصوصيه المستخدمين تعتبر من اهم اولويات اوبو، ودايما بتحاول تقدم لك احسن تجربه امنه طول الوقت. اوبو بتستخدم ارقى مستويات التشفير لحفظ البيانات الشخصيه ونقلها، والشركه بتدير الجوانب المتعلقه بالخصوصيه والامن بما يتجاوز المعايير المعتمده في القطاع، عشان كده حصلت على شهادات الاي برايفسي ايزو 27001 وايزو 27701 وغيرها من الشهادات. خلينا نرجع تاني للحاجات اللطيفه في السوفت وير مع ميزه تديك كده جانب شخصي في استخدامك للموبايل، وهي حاجه اسمها
بورتري سيلويت للأولويز أون ديسبلاي. دي بتخليك تستخدم الخطوط الأساسية من أي صورة بورتري عندك كأنها لوك سكرين مثلا، شاشة القفل الأساسية للموبايل، ولما بتشغل الموبايل تبدأ تظهر تاني الخطوط دي وتتحول للصورة نفسها في منظر لطيف جدا. أوبو كمان عملت تعاون مع شركة إيبك ساوند، شركة الصوتيات الدنماركية المشهورة، عشان تديك حاجة اسمها أوبو ريلاكس. ودي مجموعة من المقاطع الصوتية الهادية اللي هتساعد المستخدمين إن هم يشعروا بالطمأنينة والراحة ويواجهوا القلق والتوتر الموجود الايام دي. طبعا هديك جانب واحساس بالاسترخاء، تقدر تسمع مثلا صوت الموج او صوت نسيم البحر العليل، او في كمان اصوات تانية ممكن تدخلها عشان تديك الاجواء اللي انت عايزها. ودلوقتي بعد ما حكيت لكم تقريبا كل حاجه محتاجين تعرفوها عن الاوبو رينو 6 برو 5G الفلاجشيب الاساسي من سلسله رينو السنه دي، هنحكي لكم برضو لمحه سريعه عن بقيه موبايلات رينو 6 السنه دي. رينو 6 بيجي مع نظام كاميرات ثلاثي مع كاميرا 64 ميجا بكسل معززه بالذكاء الصناعي، وعندك كمان الكالر تمبرتشر سنسور، طبعا مع مجموعه قويه من كاميرات البورتري فيديو وامكانيات خاصه في الصور. الموبايل كمان يعتبر رفيع جدا مع تصميم الكلاسيكي مع تصميم الفلات ايدج الجوانب المسطحه، والفريم اللي بيجي مع الوان لطيفه جدا مع تصميم رينو جلو. الموبايل كمان بيجي مع بروسيسور من نوع ديمنسيتي 900 5G، وده مبني على تكنولوجيا 6 نانومتر، بيه كمان مع شاحن 65 واط سوبر فوك 2.0 فلاش تشارج وبطاريه 4300 ملي امبير. واما بالنسبه للرينو 6 زي فبرضه بيجي مع امكانيات قويه في تصوير الفيديو زي البورتري فيديو والبوكا فلير بورتري والبورتري بيوتيفيكيشن فيديو الفلاش سناب شوت والاي اي باليت، كل المواصفات اللطيفه جدا دي اللي اتكلمنا عليها. ده بالاضافه لسنسور معزز عن طريق الذكاء الصناعي جنب الكاميرا الاماميه، وده بيديك مجموعه من الامكانيات اللطيفه زي انك تقدر تتحكم في الموبايل مجرد انك تشاور بايديك من قدامه، وعندك خاصيه كمان اسمها الانتي بيبينج عشان ما حدش يقدر يتجسس عليك. حاجات كمان زي الادابتف سليب والاير جيستشرز عشان تقدر تتحكم في الموبايل بطريقه مستقبليه اكتر. ولسه المفاجات النهارده مستمره مع سماعات اوبو انكو اير واوبو انكو بادز. واول حاجه هتلاحظها في سماعات الاوبو انكو اير هي التصميم المختلف والشبه شفاف للكيس بتاعت السماعه. مع التصميم الخطير السماعه كمان بتدعم الشحن السريع جدا اسمه ديول فلاش تشارجنج تكنولوجي، وسواء موصل الكيس نفسها عشان تشحنها او حاطط السماعات جوه الكيس عشان تشحن السماعات، كل حاجه بتشحن بنفس السرعه السريعه جدا. البطاريه كمان هنا كبيره بتديك 24 ساعه من الاستخدام. اوبو كمان فخوره جدا ان سماعات انكو اير هي اول سماعه لاسلكيه في العالم تاخد شهاده اعتماد الاداء العالي واللو ليتنسي من مؤسسه توف راينلاند، المؤسسه الالمانيه المعروفه المتخصصه بالاختبارات، وده اكيد بيعبر عن جوده هذه السماعه. واما سماعات اوبو انكو بادز فتديك كمان 24 ساعه من الاستخدام المتواصل، تديك عزل ضوضاء كويس جدا وصوت طبعا جوده صوت ممتازه، واكيد تقدر تستمتع بيها طول اليوم. ودي كانت كل حاجه معايا النهارده، ارجو تكونوا استمتعتوا بهذه الجوله الحماسيه مع عائله رينو 6 الجديده من اوبو، ونرجع تاني لطارق. شكرا عمر على الشرح الهايل. خلوني دلوقتي اجاوب على شويه اسئله اكيد بتفكروا فيها، واهمها هيبقى الاسعار. خلينا نبدا الاول بالرينو 6 برو 5G، هيكون متوفر في لونين مختلفين، اللون الازرق القطبي واللون الرمادي قمري، بذاكره وصول عشوائي 12 جيجا بايت وذاكره داخليه 256 جيجا بايت، وهيكون السعر 2999 درهم اماراتي. وتاني جهاز بنتكلم عليه النهارده هو الرينو 6 5G، هيكون سعره 2199 درهم اماراتي، وهيتوفر معاه في نفس الوقت كفر الحمايه اللي بخاصيه اضاءه البورتري، وهيكون سعره 99 درهم اماراتي. وتالت جهاز اتكلمنا عليه النهارده هو رينو 6 زي 5G، وهيبقى سعره 1499 درهم اماراتي، وهتتوفر معانا سماعات الاوبو انكو اير ب 299 درهم والاوبو انكو بودز ب 199 درهم. هتتوفر سلسله رينو 6 الجديده وسماعات اوبو انكو اير واوبو انكو بودز للطلب المسبق من متاجر البيع بالتجزئه والمتاجر الالكترونيه. وعلى فكره من النهارده الطلب المسبق ابتدى، وهيتوفر شراء الاجهزه رسميا من يوم 15 سبتمبر. وللعملاء اللي هيسجلوا طلبات مسبقه هيقدروا ان هم يستفيدوا من حزمه خدمات مميزه جدا من اوبو، ومن ضمنها امتداد الضمان ليشمل الخليج العربي، امتداد مده الضمان، الخط الساخن الحصري، ومميزات تانية كتير جدا. وزي ما اتعودتوا من اوبو ان احنا دايما بنحاول نتخطى توقعات عملائنا. فبالنسبه لعملائنا في الامارات اللي هيقوموا بحجز مسبق للرينو 6 برو 5G هيتمتعوا بمزايا خاصه جدا، ومن اهمها مد الضمان لمده سنتين وامكانيه تغيير الشاشه في خلال 6 اشهر وخدمات استثنائيه تانية كتير. شكرا جدا يا جماعه على وقتكم النهارده، اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بسلسله رينو 6 الجديده زي ما احنا استمتعنا بتطويرها ليكم. احنا متحمسين جدا ان انتم تجربوا رينو 6 وتقولوا لنا رايكم. شكرا.